اسمي ديالي هشام بولحفا، خويا الجده نتاعي اختفت في واحد الظروف اللي غامضه ما خلينا عليها حتى شي اثار. دبرنا عليها في زوان بركان وجده سعيديه، ما خليناش فارابي المستشفى الدراق مستشفى السعيديه. هي كانت جات عندنا في النهار د الخميس، بقات معنا بالخميس حتى الاثنين. الاثنين جا الابن ديالها اللي هو عمي داها معاه صباح الثلاثه، هو مشى يخدم، هو خدام بالناي. ملي رجع مع الثلاثه ما لقاهاش، قلبنا لا فامي كامل بناتها كلشي ما بان ليها اثار. تبعنا الويدان الجنانات ما بانش ليها اثار، لا ما عندها حتى شي عداوه حتى مع شي واحد، لا مع الجيران لا مع اهلها لا مع احبابها لا حتى مع شي واحد. صحيحه ما فيها لا زهايمر لا حتى شي حاجه، الا قاسها الزهايمر في ديك الليله هذه العلم لله. لا هي اي بلاصه الا يوصلها هذا ملي عايشه معاه، اي بلاصه كتمشي لها كيوصلها هو، ما عمرها مشات لشي بلاصه بوحدها. شافوها شي ناس كانوا يخدموا الفلاحه كيجنيو اللوبيا، هما اللي تلاقاو معاها وطاحت في الارض ودخل فيها الشوك د الرمان، هما اللي قبضوها وغسلوا لها. وملي سولوها قالوا لها حاجه فين غاديه في هذا الحمان، بعدا في النهار ديال الثلاثه جوا هذيك 12 ونص د النهار، قالت لهم انا غادي عند البنت نتاعي مزوجه هنا، وهي ماشي بنت هذيك الدار، هي بنت خوها. ملي مشيت انا قلبنا ديك الدنيا كامله ما لقيناهاش. مشينا عند بنت خوها قالت لك لا ما جاتش لعندي. كانت طلبوا من الناس اللي شافها ولا يعيط لنا، نخليو لهم الرقم الهاتف ديالنا اللي هو 06 08 10 22 83. بقينا دابا فقدنا الامل، بقينا الامل في الاذاعه نتاع شوف تي في، وكنشكر الناس المتتبعين نتاع شوف تي في اللي عطاونا من وقتهم وخلاونا نحكيو لهم، كنشكرهم بزاف.